نحن أمام المنشآت التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الغازية وادعى بأنها منشآت عسكرية وبنى تحتية. وبالمناسبة هذه المنشآت لا تبعد عن الطريق العام سوى أمتار قليلة. نحن مؤسسة صار لها 11-12 سنة نتعاطى المولدات تجارة الزيوت. المستودعات مفتوحة من الصباح حتى المساء، سيارات وناس بتدخل وبتخرج. مستحيل يكون في شيء ادعائهم الكاذب انه كل العالم شايف شو في عنا. من 48 وعايشين هذا الكابوس، دائما في اعتداءات، دائما في ظلم وتدمير، بالنهاية الظلم ما بدوم. نحن قطعنا الشك باليقين وذهبنا يعني إلى داخل هذه المنشأة لنرى المواد المشتعلة، ويمكن أن نرى بشكل مباشر بأن هذه يعني المواد المشتعلة هي عبارة عن زيوت معدنية وزيوت صناعية تستخدم للسيارات ولصناعة المولدات. هذه منطقة صناعية 100%، وكل مؤسسة بتتدمر في 50 عامل بيتدمروا معايا، في مؤسسات فيها 200 و300 موظف، معناتها 200 و300 عائلة بيروحوا على بيتهم بيقعدوا بلا أكل بلا شرب. مش كل واحد إذا انضرب محله يروح يقعد بالبيت ويقولوا خلاص منا نرجع نجدد ومنا نرجع نبني ومنا نرجع نخلي الصناعة ماشي والاقتصاد ماشي. مثل ما شايفين، مثل ما في شيء اسمه منشآت عسكرية، نحن شركة مولدات كهرباء. ما بعرف افتراءات هيدي، الحمد لله رب العالمين على كل شيء، حسبي الله ونعم الوكيل، ما فينا نقول غير هيك. جمع الغربي، الغازية، جنوب لبنان، الميادين.